السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أخواتي حبيباتي في الله. اليوم بإذن الله جبت لكم وصفة جديدة، وصفة يعني مطلوبة كثيرا، اللي هي وصفة لتعطير الثلاجة. عندنا اليوم وصفة الأولى وراح نزيدكم إن شاء الله الوصفة الثانية. نبدأ مع الوصفة الأولى، فيها مكونات بسيطة وسهلة وموجودة عند كل واحدة. نحتاج هنا مغرف صغيرة جلجلان أو سمسم، نحتاج فانيلا أو فاني، نحتاج مغرف صغيرة قهوة. نبدأ هنا جلجلان باش يمتص الرطوبة، الفاني والقهوة باش يعطونا عطر رائع في الثلاجة. هنا الجلجلان نقدر نبدلوه بالأرز، بالأرز كذلك راح يخدم نفس الفكرة، يمتص الرطوبة اللي موجودة في الثلاجة. نخلطهم، يعني الوصفة راهي بسيطة جدا. نفرغوا الجلجلان تاعنا هكذا، نفرغوا الفاني، غرف صغيرة فاني، ونفرغوا القهوة هكذا معاهم، غرف صغيرة قهوة. أنا درت أكثر من مغرف، هنا مغرف صغيرة قهوة، ونخلطهم كامل مع بعض. هكذا نخلطهم بكل سهولة مع بعض. يتجانسوا مليح المكونات، راهي رائحة الفاني والقهوة يعني بدأت تطلع. بعدين نحطوهم في الثلاجة، نحطوهم في مكان هكذا في الباب والحاجة، وكل ما راح نفتح الثلاجة نتاعنا راح تخرج رائحة رائعة إن شاء الله. نقدر كذلك نحطوهم في كيس أو في كيس يكون مثقوب، يعني ثقب رقيق باش ما يخرج لناش هذا الفاني والقهوة، ولا نخلوهم في إناء صغير ولا حتى في كاس صغير، ورايحين يطلقوا رائحة رائعة تدوم شحال من أسبوع. هذه الوصفة الأولى. نروح للوصفة الثانية. السلام عليكم، وهذه رجعنا لكم في الوصفة الثانية اليوم، لوصفتنا لليوم اللي هي وصفات لتعطير الثلاجة. الوصفة الثانية رايحين نحتاج فيها ماء عادي، نحتاج للقطن تاع المكياج أو القطن العادي، من الأحسن يكون عندكم قطن المكياج، نحتاج لبعض منه. نحتاج ماء ورد، ماء ورد أي نوع من الأنواع تاع الماء الورد، رايحين اللي سبيسيال للوجه تكون عنده رائحة جميلة رايحين نحتاجه هنايا. أول حاجة نضيفوا الماء نتاعنا، هذه وصفة بسيطة وسهلة سهلة سهلة جدا، راح تعطيكم رائحة رائعة في الثلاجة. نصبوا معه ماء الورد هكذا، يعني عينك هي ميزانك، يكون ماء الورد أكثر من الماء. نقدروا نضيفوا معها كذلك ملعقة صغيرة من الفاني، من الفانيلا، راح تعطيكم كذلك رائحة رائعة. هنا اكتفيت بهذو ثلاث مكونات فقط، أو مكونين اثنين، نزيدوا لهم القطن. القطن تاعنا نحطوه في الماء هذا هكذا، نزيدوا واحد الاثنين منه هكذا. بعد ما نكملوا هادو ونحطوهم كامل هكذا يعني بكل سهولة، يعني كملت الوصفة، نحطوا هذا الإناء في الثلاجة، وكل مرة نحو واحدة ونمسحوا بها، كل مرة نحو واحدة من هذا الدوائر تاع القطن ونمسحوا بها، نفوتوها كامل على الثلاجة، راح تعطينا رائحة رائعة. يعني ما نخافوش الماء الورد هنا راهو رائحتها خفيفة، ما إيش راح تطلق لكم وراح تلصق في الأكل نتاعكم، راح تبقى رائحة طيبة في الثلاجة وتعطيكم انتعاش. إن شاء الله تكون وصفاتنا لليوم عجبتكم، هذه الوصفتين، الوصفة الأولى والوصفة الثانية، إن شاء الله يكونوا عجبكم وإن شاء الله تجربوهم. ماذا بيا تشاركوا معنا في تعليقاتكم وآراءكم، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في وصفة أخرى إن شاء الله.